تمام استاذ حمدي، حضرتك تركت اكثر من انتخابات في دورات سابقه، لماذا تم التفكير بل والتنفيذ في هذه الدوره بعد البعد سنوات عن مجالس الادارات، ولماذا مع المهندس محمود طاهر؟ اولا انا فعلا ما كانش عندي النيه للتقدم، انما بعض اعضاء الجمعيه العموميه اولا بداوا يكلموني يقول لي ما انت تدخل الرئاسه، ليه ما تخشش انتخابات رئيس المجلس؟ فقلت لهم يا جماعه عندكم محمود طاهر واللي عامله والانجازات، وتفكروا ليه في الرئاسه؟ وانا عن نفسي انا عندي مشاكل النقابه واخده وقت كله يعني، فانا لا داخل الرئاسه. قالوا طب عضو طم ولا عضو. يعني حضرتك رفضت في البدايه. نعم. يبدو بقى ان المهندس محمود طاهر بلغوا ان انا اتكلمت عنه بهذا الشكل. وهو على فكره منظم جدا ودقيق جدا. يعني حتى في اختياراته للقائمه كلها تحس ان هو بيختار بعنايه شديده جدا. فلقيته بيكلمني وقال لي، قلت له والله انا بيني وبينك يا باشمهندس انا مش ناوي. قال لي لا ده احنا محتاجينك والقائمه محتاجاك و فانا وافقت فورا، لان انا حسيت ان ده من واجبي، وهتندهش ان انا اقول من واجبي الاهلاوي والوطني. ليه يا فندم؟ الاهلاوي، انا كاهلاوي. لا الوطني، انا ما لسه هقول لك. انا كاهلاوي حاسس ان هذا الرجل لديه فكر، لديه قدره على التنفيذ، نتائج ما واضحه على الارض، واقع انشاءات ونشاط حتى رياضي وكل ده. فمن حق انا كاهلاوي ان اتمنى ان هذه المسيره تستمر. كوطن ليه بقى؟ ان انا بانظر للاهلي كواحده من اكبر واهم المؤسسات في مصر. يعني احنا بنتكلم على المؤسسه العسكريه والمؤسسه القضائيه الى اخره، الاهلي بقى بيجي بيتقدم كمؤسسه رياضيه بالتاكيد. فان ينجح الاهلي في تحقيق ما يتطلع إليه كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية رياضيا وثقافيا واجتماعيا، يبقى أنت هنا برضو بتفيد البلد. وأنت تعلم أن مشكلتنا يا كابتن محمد حاليا حالة من التدهور الثقافي، أنت محتاج دي بشدة، محتاجها قوي، خاصة أن مع محاولة بث الوعي لدى الناس في مواجهة الإرهاب والمخططات وكل ده، دي محتاجة ثقافة. فأنا خدتها من هذا المنظور. أستاذ حمدي، وبالفعل يعني وأنا باخد القرار كان على طول في ذهني تجربتي السابقة كرئيس لجنة الثقافة والإعلام في النادي، ولما كنا عاملين أنشطة ثقافية غير مسبوقة ونجحت نجاح يعني أنا أذكر كنا بنعمل أمسيات وندوات كان بيحضرها عدد لا تتخيلوه. صالة كمال حافظ دي شهدت حاجات كتير. لا صالة كمال حافظ ولا حمام السباحة. ولا حمام السباحة في الصيف. لما نجيب مثلا مسلسل رأفت الهجان. أنا فاكر يومها وفاكر يحيى العالمي. جبت يعني مسلسل لحد دلوقتي الناس بتقعد تتفرج عليه وكأنه دكتور خالد لسه بيتعمل. يحيى العالمي أنا متذكره. ويجي البطل وجت زوجة رأفت الهجان. اللي هي كانت رأس الحقوق اللي هي زوجته جت. هيلين جت هنا. هيلين جت مصر. أنا اللي جبتها. فاكر. هيلين. أنا اللي جبتها. فتخيل بقى ما كانش فيه يعني ايه مكان لبني ادم، كل المكان مليان على الاخر. شوف انا فاكر اسم زوجة رأفت الهجان دلوقتي ازاي؟ اتفضل. فغير بقى الندوات الثقافيه المباشره، اول نادي يعمل نادي سينما، وكنا بنجيب افلام تعرض لاول مره قبل الانديه، قبل دور السينما. انا فاكر فيلم كان لنور الشريف الله يرحمه، وكلمته قال لي بس ما تستنى على ما ينزل. قلت له كان سوال اتوبيس اعتقد، سوال اتوبيس انا فاكره. قلت له لا احنا الاهلي والى اخره يعني.